العدد الخامس مجلة بيم أريبيا، مقالة بعنوان مدير نمذجة معلومات البناء الصلاحيات والمسؤوليات للمهندس عمر سليم. لابد لتطبيق البيم تطبيقا صحيحا من وجود فريق متعاون، ولابد للفريق من قائد يثق فيه فريق العمل. عليه العديد من المهام الإدارية والتكنولوجيا التي لو اتقنها لأصبح الاستفادة من البيم عظمى. المهام الإدارية: وضع البيم Execution Plan، خطة إدارة البيم في الشركة، حضور اجتماعات الشركة والتواصل مع باقي الأقسام، إقناع الإدارة بأهمية البيم وكسب دعمهم وجعلهم متحمسين لذلك بالتركيز على العائد الاستثماري، وضع طريقة تبادل المعلومات بين باقي الأقسام، تقييم سير العمل في البيم، كتابة التقارير الدورية للإنجازات والمشكلات للبيم. أفراد الفريق: إجراء المقابلات لتعيين فريق العمل واختبارهم والسؤال عنهم للتأكد من انسجامهم مع فريق العمل. عليك أن تختار بعناية فريقك وتتأكد من استعدادهم للعمل السليم بالبيم. على البيم مانجر أن يدعمهم ويدربهم وينسق بينهم وتحديد دور كل شخص. اكتساب ثقة الفريق. بالنسبة للمعايير: وضع المعايير بالشركة للعمل بها ومتابعة العمل بها، إنشاء الملفات التمبلت التي فيها المعايير السليمة، أتمتة العمليات المتكررة وهي تحويل العمليات المتكررة لعمليات تلقائية، التأكد من العمل بالمعايير في المشاريع، التأكد من الجودة وتوفير أدوات لفحصها، الدعم التقني، دعم الأجهزة والشبكة والتأكد من عملهم، التواصل مع الآي تي والمسؤولين عن الصيانة والتواصل مع الشركات المنتجة لبرامج البيم. على مدير البيم تحديد الأجهزة التي يجب تجديدها والبرامج التي على الشركة شراؤها، ضمان سرعة الإنترنت والشبكة، تحديد مساحة كل فرد على الشبكة. بالنسبة لدعم الخبرات بالتدريب: تدريب فريق المشروع بصفة دورية، الحفاظ على مستوى عالي من المعرفة والكفاءة، توفير حضور المؤتمرات والدورات لأعضاء الفريق، توفير مصادر المعلومة مثل مجلة بيم أريبيا والأسطوانات التعليمية. بالنسبة للعمل بالمشروع: إنشاء الفاميلي والبلوكات وأي عناصر مطلوبة، المساعدة في العمل وإنشاء النموذج، حل المشكلات التي تواجه فريق المشروع. بالنسبة للبرمجيات: عليه اختيار البرامج التي سيعمل عليها فريق العمل. هناك برامج كثيرة غير ريفت، وقد تجد الأنساب أن تعمل ببرنامج آخر يحقق ميزة للفريق. مثلا في أحد الشركات لديهم خبرة كبيرة في الأوتوكاد، والمشروع مرتبط بجدول زمني قريب، فكان الأنساب العمل بالأوتوكاد المعماري، أو سنعمل بالشبكات فنختار ونقارن أنسب البرامج لهذا. إدارة البرمجيات والتحديثات الداعمة لتنفيذ البيم، البقاء على اطلاع مستمر بالبرامج وتطورها. هناك مواقع كثيرة لمتابعة كل جديد من المواقع المختلفة، شخصيا أفضل فيدلي. قرار العمل على إصدار أحدث من البرنامج أم لا، ليس من الضرورة العمل على آخر إصدار، بل لابد من دراسة القرار مع الفريق وتجربة التحديث على نسخة من المشاريع وليس على ملف المشروع الأصلي، فقد يكون هناك مشكلة لم تعالج بعد. بالنسبة للقدرة على العرض والإقناع: القدرة على إقناع الإدارة والعملاء بالفوائد الناتجة من استخدام البيم مع عدم المبالغة، لأن التقدير الخطأ للبيم يضر كثيرا. كيفية عمل عرض تقديمي لعرض أفكارك والتطورات التي تحدث في المشروع: القدرة على التواصل كتابيا وشبهيا وإيصال المعنى المطلوب تماما. بالنسبة للعمليات: عليك أن تحدد العمليات المطلوبة بدقة، هل المطلوب الحصر أم إدارة التشغيل أم حل التعرضات، بناء على هذا سيختلف التعامل تماما. عليك أن تراقب النموذج وتأخذ نسخة احتياطية منه بصفة دورية، وكذلك تحديث الحصر والجدول الزمني، معرفة نسبة ما تم عمله من المستهدف، حل مشاكل المدن وتعارضاته، وابتكار آليات عمل لتجنب وقوع تعارضات والمشاكل الهندسية. أولا، بدل الاكتفاء بكشفها ومعالجتها، الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للعقود: على مدير البيم التأكد ومراجعة العقود، التأكد من ملكية الموديل لمن، ومن الذي من حقه الاطلاع عن الموديل، ما هي مراحل تسليم الموديل، ما هي درجة التفاصيل الأوديم، ما هي مسؤولية البيم مانجر، معلومات عن التأمين، لو العقد مع المقاول الرئيسي هل يسري على المقاول من الباطن. هذه أهم النقاط لمهام البيم مانجر، يمكنك ممارستها والتدرب عليها حتى بدون تعيين رسميا من خلال المبادرة إلى إصلاح المشاكل وتبادل المعلومات.